لليوم الثالث على التوالي استمر تهافت المواطنين على السوبرماركات والأفران لشراء الحاجات والمواد الغذائية استعدادا للإقفال التام وحظر التجوال الكامل. هيفقع قلبنا ليه؟ بتروح بتلاقي عجقة ودك توقف بالدور وأنجا تجيب أغراضك والغرض حقه هالقد قده، شو بدك تعمل لتعمل؟ ما في تنظيم. تبضعت وخلصت وجبت أغراضي. هذا المشهد سيختفي وستحل مكانه خدمة التوصيل إلى المنازل بدءا من صباح الخميس وطوال 10 أيام. لا نحن اساسا عندنا خدمه دليفري، بس هلا بكره انه حنسكر لحن المحل، ممنوع حدا يفوت على المحل حسب تعليمات وزاره الداخليه، بس من بكره صباح من الساعه 7 عندنا دليفري، عندنا حوالي 50 موظف دليفري. الا ان خدمه الدليفري قد لا تكون فكره محببه الى كثير من الناس غير المعتادين عليها، فكثيرون يفضلون اختيار المنتجات بأيديهم. إذا اليوم أنا ما بطلع بشو عم يحطي لي قدام عيوني، ما لي نفس بدي آخذ. بحب نقيهم في إيدي لأنه عندي واحد بشوف اللي بعتني بيروح بعدين برد له إياهم، برجع أنا بروح بعبي غيره. وأصعب ما في تطبيق هذا القرار الذي يقضي ببقاء الناس في منازلهم وإيصال الحاجات إليهم هو أن متاجر كثيرة ليس لديها خدمة التوصيل إلى الزبائن، فهؤلاء بمعظمهم ما بتوفي معهم، خصوصا في البلدات النائية البعيدة من المدينة. ما ضبط معنا، نحن هم بلد فقيرة، معنا موتير يوصل ولا عنا عامل، معنا قدرة نحن ندري شغل الشغلة. ما عندي أصلا دليفري ونحن مجال الضيعة كبير، يعني إذا بده يروح لعند زبون بده نص ساعة ليرجع لعندك، يعني بتمشي كل النهار ما بتمشي 3 زبونين. جو الضيعة غير المدينة، وبعدين هذا القرار بديوك بالتسكير العام، يعني أضعف الإيمان أنه الدولة بتأمن شيء لعنه هالإنسان العمل هذا اللي بيشتغل بالفعل، هذا ما له موظف، شو بده يعمل؟ الإقفال المحكم للبلاد قد يحمي الناس فعلا، إلا أنه يطيح بكثير منهم معيشيا. نعيم برجاوي، قناة الجديد.